صباح الخير والامل والسعاده، صباح يوم جديد ان شاء الله يكون كله خير وسعاده على كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا. بصبح على حضراتكم وكمان بصبح على صباح الفل. صباح الخير يا نوجة، وصباح الخير لكل مشاهدينا اللي بيتابعونا على شاشه الثانيه. يوم جديد مليان اكيد بالايجابيه بيبدا مع حضراتكم على شاشه الثانيه. النهارده عندنا يوم مميز، ومن خلاله هنتكلم على مواضيع مهمه جدا، منها حرب اكتوبر المجيده والذكرى 45. صحيح، دايما مع شهر اكتوبر مع بدايته كده بنحس ان هو شهر مختلف، شهر حقق فيه المصريين معجزات كثيره جدا، وما زالوا حتى الان يعني بيقدموا نماذج للعالم في مختلف المجالات. علشان كده دايما بنقول بنستلهم من هذا الشهر روح اكتوبر، روح اكتوبر، روح العبور العظيم، الروح اللي هزت العالم كله، اثبتت للعالم كله ان الجندي والمقاتل المصري بيختلف عن اي جندي ومقاتل اخر. دايما توفيق ربنا سبحانه وتعالى في المقام الاول بالايمان، دايما الاراده القويه والطموح هو اللي بيحطم الاسطوره اللي ممكن تكون امام المقاتل والجندي المصري، طبعا بمسانده الشعب. ده ما كانش في 73 بس، لكن مستمر على مدار السنوات وما زلنا نعبر حتى الان. الحقيقه انه يعني حرب اكتوبر المجيده ما زال نحن نتعلم منها دروس كثيره جدا، انه المصريين يحولوا الهزيمه لنصر من 67 ل 73، ده تطلب مجهود شاق وتدرب، تطلب مجهودات وتدريبات على اعلى مستوى، كان متطلب كمان روح وطنيه عاليه جدا من كل المصريين. بنتكلم طبعا على القوات المسلحه المصريه بس كمان المصريين كشعب، كان في تضافر كبير جدا واصرار على تحقيق النصر. وبالفعل تم الحمد لله في 73 وعبرنا واستردينا ارضنا، وطبعا كان النصر العظيم للكل. ما زلنا بنتعلم من هذه الدروس، وهيكون معانا النهارده سياده اللواء محمد الشهاوي، مستشار كليه القاده والاركان ورئيس اركان الحرب الكيماويه الاسبق واحد ابطال حرب اكتوبر، ونتكلم معاه بتفاصيل اكتر عن انتصارات اكتوبر. حقيقي لان يعني الاحداث والحكايات بتاعه اكتوبر لن تنتهي ابدا، وزي ما بقول احنا دايما في مراحل عبور، عبور للتنميه، عبور لبناء مصر جديدة بتحتل مكانة مختلفة مع العالم كله. علشان كده بنهتم كمان في الفترة الحالية بشبابنا. النهاردة مر 45 سنة على حرب أكتوبر، يعني بالتأكيد كل الشباب محتاج ان هو يتعرف عليها بشكل اكتر، نتعرف على ازاي قدر ابائه واجداده يحققوا هذا الانتصار، لان مطلوب منه النهاردة هو كمان عبور اخر نحو التنمية. اعتقد ان العديد من المشروعات القومية اللي بتتم في الوقت الحالي، التحديات اللي بنواجهها في كافة المجالات، بتتطلب ان احنا نستلهم هذه الروح ونقدم نماذج جديدة ايضا للعالم كله في تخطي هذه المشكلات والتحديات. النهارده بنتكلم عن استعدادات الدولة في جذب الاستثمار والمستثمرين لكافة المجالات، وده بيكون من خلال توفير البنية التحتية، ومن أساسيات البنية التحتية الطرق والكباري اللي بتهتم بيها الدولة في الوقت الحالي، كلنا بنشوفها وكلنا بنلمسها من أجل جذب استثماري في مختلف المجالات، وإن شاء الله يكون ليه تأثيره على الاقتصاد المصري. الحقيقه يا نجله يعني شبكه الطرق، او لما بنتكلم على طريق فاحنا بنتكلم على حضاره، بنتكلم على استثمار، بنتكلم على نقله نوعيه في الاماكن المختلفه اللي ما كانش فيها تنميه واصبح فيها تنميه، والفضل طبعا بيرجع لمد شبكه الطرق بالاضافه للخدمات الاساسيه. صحيح. مره كنت بتكلم مع احد الاشخاص وكان حكيم، يعني كان بيقول، وكان في الصين الكلام ده، كان بيقول التبرعات اللي بيجمعوها الشعب الصيني ما بيودوهاش في مصادر مختلفة، بيودوها في إنشاء طرق، إنشاء طرق عشان يوصلوا الحضارة للأماكن النائية، لأن طبعا عندهم أماكن مرتفعة في جبال عالية، فالناس هناك مش واصل لهم أي نوع من أنواع الخدمات اللي صحيح. بتقدمها الدولة، فكل المجهودات بتتجه لإنشاء طرق. فطبعا ده بيكون بمجهودات شخصية، لكن هنا الدولة المصرية بتوفر إنشاء شبكة الطرق. والحقيقة إن إحنا عندنا محاور كتير هنتكلم عليها، اتكلمنا في البداية أو يعني على مدار السنوات الماضية كنا بنتكلم على 4000 كيلو متر شبكة طرق، بنتكلم دلوقتي على طرق جديدة تم إنشائها، رفع كفاءة طرق موجودة بالفعل، إنشاء كباري معلقة. فأعتقد أنه شكل مصر الحديثة بعد ثورة 30 يونيو اختلف تماما، ومازال الخير قادم بإذن الله تعالى في الفترة القادمة. هيكون لينا لقاء مع المهندس جمال عسكر استشاري هندسة الطرق، وهنتكلم معاه بتفاصيل أكتر عن شبكة الطرق الجديدة. صحيح.
صحيح. زي ما قلتي يعني استكمالا لموضوع الصين، واضح اهتمامهم جدا بالطرق، طريق الحريري الجديد طبعا. وازاي ان هم بيتطلعوا لتواجدهم في الاسواق الافريقيه وربط العالم، يعني دي من اساسيات اي دوله بتسعى للتقدم، وده ان شاء الله نشوفه معانا في بلدنا باذن الله. هنتابع مع حضراتكم اول فقره من فقراتنا بعد الفاصل.